نعلق على هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل، وهي لعشرات المحتجين من أنصار الصدر والذين يتجهون إلى المنطقة الخضراء في بغداد من خلال عبور جسر الجمهورية. كان هناك تواجد مكثف لهؤلاء المحتجين في ساحة التحرير، ثم بدأ تحركهم إلى المنطقة الخضراء، وهو الأمر الذي قد ينبئ بحدوث ربما مواجهات مع قوات الأمن التي ستقوم بمنع هؤلاء من الوصول إلى المنطقة الخضراء كونها تتضمن المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية. لا أدري إذا كان منتظر انضم إلينا. نعم منتظر، نحن نشاهد صور أكثر من عشرات ربما المئات من أنصار الصدر. وكنت أسألك عن غياب الموقف الرسمي، كيف يمكن أن ينعكس على الأرض؟ يعني حتى هذه اللحظة كما ذكرت لا يوجد موقف أو تغريدة لمقتدى الصدر كما تعودنا فيها موقف واضح من ترشيح السوداني، لكن عمليا هذه التحركات تشير إلى أن القواعد الشعبية للتيار الصدري بدأت بالتحرك، وهذا التحرك تحول إلى تظاهر للمئات في ساحة التحرير. الأعداد ربما تصل إلى الآلاف خلال الساعات القليلة المقبلة. أيضا أعداد ليست بالقليلة من هؤلاء بدأت بالعبور إلى جسر الجمهورية، وهناك المئات يتجمعون على جسر الجمهورية. لم يتم إغلاق الطرق، وهذا هو اللافت حتى هذه اللحظة. قوى الأمن لم تعمد أيضا إلى إغلاق جسر الجمهورية رغم معرفتها بإمكانية حدوث مثل هذه التظاهرات المؤدية إلى منطقة الخضراء. نحن نشاهد صور المتظاهرين وهم يعبرون جسر الجمهورية بالفعل. إذن هذه صور مباشرة تأتينا من العاصمة العراقية بغداد، والأعداد كما ذكرت هي بالمئات وليست بالعشرات، يبدو أنها مسيرات. ونستمع إلى الصوت الطبيعي القادم من بغداد. إذن نشاهد هذه الصور التي تأتينا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد للمحتجين الذين خرجوا للاعتراض على مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، وإلى الآن لا يوجد موقف رسمي من مقتدى الصدر، لكن يبدو أن هناك قرار شعبي من قبل القاعدة الشعبية للتيار الصدري برفض هذا الترشيح. لا ندري إذا ما كانت هذه الاحتجاجات عفوية أم لا.